إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة أم جودة طبخ والحلويات. إن شاء الله تكونوا في خير صحة وعافية. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم كعكات مسكرين اللي تميتوا بطراوة حشو وهشاشة العجين. نغطى مع بعض بطريقة التحضير. أنا أخوات راني دادلكم المقادير تاع العجين ومقادير تاع الحشو مكتوبة، أما طريقة التشكيل ولا التحضير حتشوفوها معايا. نبدأ هنايا بطريقة تحضير الحشو. الحشو اللي تكون 3 كيلات كوكب أو لوز أو أي مكسرات أخرى مع كيلة سكر والمنكهات. المنكهات هي عطر فانيلا وعطر لوز الحلو. نديرو معها كذلك ملعقة تاع مارغرين وما نساوش نعجنو المزيد بماء الزيت. القرفة ولا أنا استعملت هنايا الفانيلا ودرت شوية تاع اللوز الحلو، درت ملعقة كبيرة تاع المارغرين، ندخل هذيك المارغرين في السكر والكاوكاو، نخلطهم مليح، نبس كيما نبسس العجينة، نبسو مليح هذاك الكاوكاو، ومن بعد نبدا نرمي عليه الماء الزهر والماء مع بعضهم بالعقل بشوية بشوية، حتى ماشي حتى تنطمن الحشو وإنما حيكون الحشو ديالنا طري. دوك تشوفو القوام تاعو ونخلوه يريح يتشرب، عندنا الكوكب يتشرب الماء الزهر والماء، مام كي طيب نقاطو هادي تعطي واحد الريحة ما شاء الله. نكتروا هاديك الماء الزهر نكتروه ونخلوها تشوفو كيفاش تكون طرية العجينة، ماشي تضغط مثل نطموها تكون طرية. علاش؟ باش كي نطيبو الكاطو ديالنا يتبخر الماء هذاك الفائض ويقعد الحشو طري. هذا هو السر تاع طراوة الحشو تاع العرايش ولا تاع الجارك مسكر جارك العريان، اي انواع الحشو تاع الكاطو قاعدي، هذا هو السر تاعها. نقدرو لها الماء وما زهر، وثاني نديرولها مغرفة تاع الإدامة هذاك باش ما باش يجي طري ثاني. نخلو الحشو ديالنا يريح، بيانسيغ نغطيوهم بكيس بلاستيكي ولا طبيعي، ونروح نحضرو العجين تاعنا. العجين ديالنا منين يتكون؟ كيلة فارينة، كيلة ليدان، وكيلة تاع ماما صغار، فرصة ملح، و ما نديروش معطيرة في الدخان، هذا هو ما الزهر يكفي، كاع المسكرين ولا الشارك ولا العريش فيهم ما زهر. هنايا واش نقول لكم؟ صح درت كيلة فارينة، كيلة تاع فارينة كانت بومبي، معناتها كيلة تاع ما زهر، تاع ليدان هاذيك. نديروها تاني مع مرة، وباش تتحصلي على الكيكات المسكرين يذوبوا بمعنى الكلمة يذوبوا فيكم، واش نقولكم؟ زيدوا ربع كيلة تاع ليدان، معنتها نديرو كيلة تاع ليدان زائد ربع كيلة، هذا باش تتأكدي بلي العجينة ديالك ولا الكاطو ديالك مهما درتيلو الماء رايحة تأكدي بلي حيجيك طري بمعنى الكلمة. وهنا ليدان
انا بفضل يكون مزيج ما بين السمن والمارغرين. المارغرين بطبيعه الحال تعليقو هذيك، انا حقيقه استعملت مارغرين ماني ماني، يعني تعطيك بنه وذوق ما شاء الله. ذوبت السمن وزدت ذوبت المارغرين وخلطتهم. هنايا انا وريتكم كيلة صراحه، حنضيف ربع كيلة الاخرى ونزيد نضيف هنايا مهما زدتي الماء، يعني ماشي حتى تجريها بزاف، حتى تشيدي تشكلوها الكحولوب. ما تكونش عجينة صلبة، انما تكون طرية، لازم تكون طرية باش تجيك العجينة هشة. كما قلت لكم الاخوات، هنا نزلت ربع كيلة تاع الليدان هذي، وانا نضيف الماء بشوية بشوية، وما ماشي حتى ندلكو، انما نطمو العجينة هذي تاعنا، ونزيدو الماء بلعقة تقل، تنطملنا كاع العجينة. هنا اخوات نوزنوا العجين، افضل توزني العجين باش يكون الحبة ديالي متساوية. هنا وزنت العجين 35 غرام الى 38 غرام، 38 غرام تعطي حبة شابة، ولا حبة كبيرة ولا ديال 40 غرام. و لاباغ تاني توزنها، لاباغ توزنها من 20 ل 20 غرام، يعني باش تعطيك يعني حبة شابة متفوقة متوسطة. أخوات عندي نصيحة أخرى، غير تكملي تشكلي الحشو تاعك، توزنيه وتوزني العجين تاعك، ابدا يخدم. علاش؟ ولا بدا يخرج لك هذاك الزيت هذاك، معناتها شغل حتى تضعف المادة الدهنية في العجين ديالك، والعجين ديالك حينقص الهشاشة تاعك. على هذيك مباشرة بدي تشكلي، لا خطر الجو راهو سخون بزاف وبدا ينطق الميدان هذا، افضل بدي تشكلوه مباشرة. نروحو لطريقة التشكيل، نحكمو كويرة من العجين ونحلوها مستطيل الشكل. المستطيل هذا حوالي 19 سنتيم، انا عندي هنا لاطونسيي ديالي فيها كاربو تاع 19 سنتيم سوس وصافي، تبع عليها باش تجيك الحبة يعني تكون مدورة سوس وقيس قيس، بس ما تكونش كبيرة بزاف ما تكونش صغيرة. هاي ديك 19 سنتيم. وندير الحشو تاعي، الحشو تاعي كما قلت لكم كان طري. ندير حربوشة هنايا، شوفوا الحشو كيفاش راهو مازالو طري. ندير الحربوش تاعي نديرو في الوسط، نخلي حوالي 3 سنتيم، 3 سنتيم في الغلاف تاعو. هنا سمحوا لي اخوات صورت غير حبة برك، لانه لخطر لي صورتهم كاع تسكري مولي في الفوقات، على هذيك سيمبولي نكتفيو بهاد الحبة لي وريتها لكم. هايليك ونغلقو مليح، ما نخلوش الهواء يدخل بزاف للداخل. شوفو نغلقو من تحت هاكدا، نسوزيوها نخليو 3 سنتيم هاديك الخانية لي تاع الطرف، من جهة نديروها حادة ومن جهة قلنا نحلوها، نحلو الفوم هذاك لي خليناه وندخلو الطف الاخر ونغطوها من تحت ونسقمو الحبة بطبيعة الحال اللي كيناها من تحت. طيبتهم اخوات، هنا نطيبوهم على 180 درجة مدة هالبيت في ربع ساعة، ماشي حتى يتحمروا ولا يشدوا روحتيهم
بعد يكون فيكم اللي جمال دايما ما خرج منهم بالخف ما يطولوش الخياط ما يطولوش الخياط ولاش شتيهم يعني مازال من فوق خضوره شويه شعليلهم من فوق ماشي باش يتحمروا انما باش يطيبوا ويطيب الجهه الفوقانيه وتسرع الطياب. انا عامله التحليبه ديالي انطابو لي واش ندير ندير شربات هاد الشربات يعني درت ندير الكوليك حفره ان شاء الله تتكون من كاس سكر وجوج كيسان ماء وبرش قارص نخليوها تغلي لمده 5 دقائق ولا ونطفيو عليها. هذه علاش خير من اللي تشمخي في مزهر ولا لما تشمخي في مزهر ماشي بالتمثيل ديال تغلق السكر هذاك الشربات تخلي السكر بالخف يغلف لنا الحبات تاع الكعكعات الكعكعات ولا الشارب ولا اي داكور اخر تاع السكر دراسات. هاد الشربات قلنا ضروريه هي كاس سكر وزوج كيسان ماء وقرص تاع القارص نخليهم يغلو مدة 5 دقائق 7 دقائق ونطفيو عليهم. بعد ما شمخنا هذيك الكعكعات كل هاد الشربات نخليهم يقطروا شويه ماشي ما يقطروش بزاف يعني بضع ثواني هنايا ماشي حتى ينشفوا كاع يكون بعد نخلصوا على بعض باش نسخنوا السكر ونسخوهم فوق السكر هذا بلا هنايا نفرشوا فريشه بسكر بلاصي نزيدو نغبرو عليهم شويه ونحكمو بالحبه هنايا نسيو نعبدو بيدينا حتى باش نفدو السكر من الفوق. وبهاد الطريقة هادية وهاد الشربات ضروري تخلي السكر ديالنا طبقة السكر ماشي خشينة بزاف ماشي كيما مزهرة الباية ديري لازم ما يشربلك من بعد تزيدي عليه السكر بزاف وتضلي تروح تعمري له السكر. بهذه الطريقة هادي تخلي كلها تاع السكر كي البيضون جبس سكر اللي هاد الطريقة بالدقيقة هكدايا أنا نفوت السكر هذا ونعطيلو غربيلة من الفوق شوية خفيفة تجونا حبات ما شاء الله ويكونوا ماشي رابدين السكر بزاف ومن المظهر ديالهم يكونوا شابين. نخلي حبيبات الجاتو ديالي تريح هذاك السكر هذاك يا ربي 5 دقائق ومن بعد نبدا نحي الطائل من السكر هذا نمسح الحبات التواعي نمسح الحبات ديالو من السكر هذاك ما نساوش الفيديو هذيك المحفرة هذيك هايلي كنمسحو مليح وكما راكم تشوفو يعني راهي الحبات بان بيضة مغبرة مكانش يعني نقولو الجو فارغين ولا شربت هذاك السكر اللي درناه منها وهذا بالفعل هذاك الشربات اللي درناه ما درناش مصغر وحده انما درنا هذيك الشربات لخاطر كيما تعرفوا السكر راهو يجبد الغلان كول تلصق في هذاك السمو ايه نكملو كاع الحبات هكاك نمسحوهم مليح نحو البائضة اللي في السكر ومن بعد نديرو عليها تغربيله خفيفه تاع السكر باش تعطينا الوجه تاع الحبة تاع الوجه بحال هكا نسيتو. We'll be right back.
هنا كما قلت الاخوات كاين ديروا الحبه التوعي ديروا تغربيله خفيفه في السكر بلاصي هذا ما تلوش ومن بعد نديرو في الحفرة هذيك نغطيوها بالوريدات هذو ما لي خدمتهم بعجينة السكر. عجينة السكر نوريكم طريقة تشكيلها والطريقة تاع كيفاش نخدموها. أنا هذيا ما شريتهاش وأنا خدمتها من سيدي السكر عند نلقاو نديرلكم الرابط تاعها أسفل الفيديو إن شاء الله. أما هاد التقابي هذا بالوريدات تعطي منظر شباب. وهذا هو الباقي ديالنا اللي درناكم اليوم. وصدقوني صدقوني اخوات ما كاش اروع من هذا الباقي. الهشيش ما من الحشو ديالو ما شاء الله. هاي هنا اخوات حنفتح معكم حبه بعد ما طابت باش تشوفوا الحشو تاعها كيفاش قاعد طري. هاولي ها بالموس نجبدو هاولي طري ومعسل مام اللفة تاعها هشيشة وطرية دوب في الفم بمعنى الكلمة كيما نقولكم بمعنى الكلمة دوب في الفم. هاذي كانت تفتت وحدها الحشو ديالها أطري هاولي تجي ما شاء الله.